ديالي كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم جبت لكم فيديو جديد، وصفه جديده كتنال على بزاف ديال الفوائد وضد الشيخوخه المبكره وضد التجاعيد، كتجبد لينا الوجيه، كتعطينا اشراقه، كتعطينا نضاره. مهم خليكم معايا باش تعرفوا على هذا الفيديو الغني بفيتامين سي خصوصا ديالي. ما تنساوش تبعوا الفيديو ديالي من الاول حتى الاخر باش تعرفوا على المكونات ديال هذه الوصفه والطريقه كيفاش صيبتها. وما تنساونيش من الدعم ديالكم للقناه ديالي ومن الاشتراك في القناه كذلك. خليكم معايا ندوزو نشوفوا المكونات على بركه الله. بالنسبه للمكونات البنات، عندي ليمونه صغيره مقطعه بالقشره ديالها، لفته صغيره محكوكه، ونص كاس ديال الروز العادي. كيف ما كنعرفوا على الليمون عنده بزاف تاع الفوائد والنوافع للبشره، فهي محفزه للبشره باش تنتج الكولاجين. والكولاجين اللي ما كيعرفوش بزاف ديال الناس هو المسؤول على الشيخوخه ديال البشره. الا مشى الكولاجين كنعمروا بالتجاعيد، والبشره ما كتبقاش كما كانت، ما كتبقى فيها لا اشراقه ولا نضاره اللي هما اللي تنقلبوا عليهم. اما بالنسبه للفت فهو مبيض فعال للبشره، وعاده كيستعملوه العرايسات بحيث كيعطي بسرعه نتيجه رهيبه. والارز الغني عن تعريف بالنشويات اللي فيه، وتا هو كيجبد لينا البشره وكيصفيها. اما دابا البنات غادي ندوز باش غادي نصيب الماس ديالي. غادي ندير كلشي في كاسروله، وغادي نزيد عليه الماء الكافي فاش يتسلق ليا هاد المكونات. ومن بعد غادي نحيد، غادي نطفي على الكاسروله ونخلي المكونات يبردوا، وغادي نطحنهم في الميكسور. ومن بعد غادي نكون حصلت على الماسك اللي باغي ندير للوجه. خليكم معايا. بعد ما تسلقوا المكونات درتهم في الميكسور، ودابا غادي نطحنهم. هنا البنات رجعت لكم بعد ما كملت الماسك ديالي، راه جا رائع. المهم درتو في واحد البواطه، تقدروا حتى نتوما ديروه في شي بواطه وتحتفظوا به في الثلاجه، راه كيبقى مده طويله. مهم خليكم معايا تشوفوا، ها هو الماسك، انا درتو غير في هادي. شوفوا كي جا غزال، عرفتي واحد الريحه فيه كي دايره، ما نعاودش لكم. دابا غادي نابليكي على الوجه ديالي. بسم الله، عرفتي على ريحة فيه ليمون مع الروز، كيعطي واحد الريحة غزالة. بقى غادا على هاد الطريقة هادي، حنيكات زعمو ديروه، بصح نتيجتو غادي تعجبكم بزاف والله. مغاديش تبقاو تخطيوه، تجربة مغاديش تبقاو تخطيوه نهائيا، حيت كاع الفوائد تجمعو فيه، اللي في الروز، اللي في اللفت، واللي في الليمون. يعني اي حاجه كتحتاجها البشره ديالنا كاينه في هذا الماسك. صافي نبقى غادي على الطريقه هذه. الله، صافي ملي كتكملوا كتخليوه 30 دقيقه في الوجه ديالكم، وماشي مشكل ديروه كل نهار، ما عنده حتى شي ضرر، وتحتفظوا به كيف ما قلت لكم في شي قريعه ديال الزاج ولا شي بواطه عندكم تكون مزيانه، ديروه غير في الثلاجه راه ما كيضيع ما حتى حاجه. تقدروا بالصحه والراحه. يلا خليكم معايا حتى ينشف لي على وجهي ونوصلوا ونتلاقاو. الغزالات ديالي من بعد ما غسلت الوجه ديالي من الماسك اللي درت، فكنحس بواحد الرطوبه وواحد النعومه في الوجه ديالي. المهم كنصحكم به، وكنتمنى انكم تصيبوه وتداوموا عليه. انا راه ما كنحطش الحاجه الا وكان المفعول ديالها قوي وكيبان، يعني عنده نتيجه واعره خطيره كيف ما كنقولوا. انا ديما الحاجه حتى كنجربها على الوجه ديالي ونداومها عاد نحطها لكم.
صحتكم وراحتكم، ما تنسونيش من الدعم ديالكم، خليتكم على خير.